مطعم في نيسان سن. تأسست كورال نغم سنة 2019 تعاون الألماني جي اي زد. وقت اللي قعدنا حيعملوا مشروع اقترحت عليهم نعمل كورال بين جبل محسن وتبين. هذا كان حلم بالنسبة لي سنين نيشن على هالمنطقة مشان نروح فوت اشتغل، لأنه بعرف إنه في مشاكل، بس المشاكل هو مش مشاكل بين الشعبين، المشاكل كانت مشاكل سياسية. استلمت كورال نغم. اول شيء مسؤوليه انه مايسترو سلمني هالفريق، ثاني مسؤوليه انه الفريق اصلا صار واصل لمستوى معين، مفروض حافظ على هالمستوى، مفروض حافظ على اعضاء الكورال. يعني كانت لحظه حلوه كثير يوم اللي قال لي انه كورال نغم صار من مسؤوليتك. بنفس الوقت بيصير الواحد بلش يعطي الهم اكثر، يحس بانه لازم يعطي اكثر ليحافظ على هالمستوى ليحافظ على هالفريق. لهلا الحمد لله لساتنا محافظين، على امل انه نضل مكملين هيك وللاحسن مش بس هيك. صراحه قبل كان في كتير مشاكل بين جبل محسن وباب التبينه، يعني كان فينا نقول انه كل سنه يكون في حرب بين اثنيناتهم. بعد ما فتنا على قرار نغم غير كتير قصص بيناتنا، يعني صرنا كتير بنحب بعض، صرنا عائله واحده، بطل في انه نحن بنكره بعض. بالكورالات في اكابيلا في اربع اصوات يلي هن السوبرانو والالتو والتينور والبيز، هن هول الاربع علمونا انه نتنازل لبعض. يعني اذا الالتو صوتهم كتير واطي نحن السوبرانو حنوطي كرمالهم هن يتعلوا صوتهم ويصير ينسمع ويصير يتوحد كل الصوت مع بعض. الأول هو اختلاط الشباب والصبايا بالجبل وبالتبانة ويشتغلوا سوا، نعلمهم كيف بيشتغلوا شغل جماعي، نعلمهم كيف مفروض يشوفوا الأشياء المشتركة بيناتهم قبل ما يشوفوا الاختلاف، بعدين يشوفوا كيف فيهم يستفيدوا من اختلافهم. إذا محلومين من كتير أشياء المنطقة مثلا في فقر في هالأمور، كيف نستخدم هيدا الشيء لنبني حالنا. في هدف كمان انه ليش لا ننشر تراث الكورالي الاكابيلا الغناء ونحولها على تراث في البلدان العربيه. وبعتقد نجحنا فيها. انا بالنسبه لي كورال نغم وصل على مستوى معين انه بيقدر حتى يوصل لبرات البلدان العربيه، يقدر يؤدي بطريقه محترمه لانه صار عندهم الامكانيات. هن فعلا ما بيقروا موسيقى بس هن صاروا مثقفين موسيقيين، صاروا بيعرفوا العاب الفن. ومهمي بعيدة عن كل الماديات والمشاكل حتى الهموم اللي عايشينا، يعني لأنه المجتمع عنا فقير، يعني فقير كتير. فكورال نغم هو مثل طفرة بهالمجتمع كله نزاعات، بس طفرة كتير إيجابية، وإن شاء الله يعني حتبين نتائجها إسا لسنين القدام كتير. من نادي
طبيعة الحال كورال نغم هو بلش كمشروع اجتماعي تخطى الهدف الاجتماعي، يعني كسر هالحواجز. كورال نغم صرنا بقى الهدف صار فني، أعضاء الكورال مع بعضهم صاروا ما بقى مع التحدي بين أصوات بين بعض، أو إذا كان سوليستات صار تحدي إنه يخلقوا فعلاً عمل جماعي، إنه يعني يوصلوا الفريق لمحل على إنه نتابع هالمسيرة، إنه فعلاً نحنا عملنا حفلات ضمن المنطقة، عملنا حفلات بطرابلس، عملنا حفلات بشري بمناطق بعكار بالضمنية. صار الهدف بقى نطلع برات منطقتنا، نطلع قريباً إن شاء الله من هلأ للصيفية. نحنا حاطين هدف إن شاء الله أول سفرة بتكون لأننا نطلع برات لبنان، بقى نبلش نوصل هالرسالة لبرات.